طيب احنا زي ما قلنا لحضراتكم ان في يعني عائلات من النادي الاهلي كانت موجوده في دوري المرتبط وليها تواجد بشكل كبير. مش هننسى طبعا كابتن اشرف توفيق المدير الفني القدير او المدير الفني الاسبق اللي هو طبعا مدير فني نادي سبورتنج واللي كان موجود بقوه في دوري المرتبط مع نادي سبورتنج ابنه بقى كابتن محمد اشرف توفيق. انا بقول لكم ان في عائلات موجوده بشكل كبير في دوري المرتبط فبنوريكم الرؤيه كامله. كابتن اشرف ماسك سبورتنج ولكن ابنه محمد اشرف توفيق ابنه الوحيد او الولد الوحيد وبيمرن فريق المرتبط في النادي الاهلي. محمد اشرف توفيق من المدربين اللي ليهم مستقبل كويس جدا، يعني تتفرج على تمرينه وتحس انه تمرين مش فريق صغير، ده فريق يعني كبير بيمرنهم اساسيات مظبوطه ودفاع وهجوم وكل شيء. خلينا نروح لسالح حامد ونشوف لقاء مع الكابتن محمد اشرف توفيق المدير الفني للفريق المرتبط واللي كان من اكبر اسباب الفوز في البطوله. اتفضلي يا سلام. من جديد برحب بك طبعا يا كابتن هيثم وكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، ويمكن طبعا معي في هذه اللحظات كابتن محمد اشرف توفيق طبعا المدير الفني لفريق المرتبط تحت طبعا 18 سنه في بطوله الدوري المرتبط لكره السله. كابتن محمد طبعا في البدايه برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، يعني نقدر نقول على فريق المرتبط صغار السن ولكن كبار القيمه ما شاء الله ما شاء الله يا كابتن، شفنا اداء ولا اروع بالنسبه لجميع لاعبي النادي الاهلي الشباب طبعا في فريق المرتبط سواء المباراه اللي فاتت او مباراه اليوم. الله الف مبروك لجمهور النادي الاهلي، البطوله مهمه جدا، البطوله التاسعه للنادي، بطوله المرتبط التاسعه. طبعا بشكر لعيبتي، احنا الحمد لله بقى لنا سنين في قطاع الناشئين في المرتبط بالذات محققين نتائج كبيره. بشكر لعيبتي بالذات، البطوله دي كانت بطوله خاصه بالنسبه لي او بالنسبه للجيل. كان عندنا ظروف كتيره خلال الموسم، يعني لعيبه كتير سافرت وكده، الحمد لله قدرنا نتغلب على دي والحمد لله عملنا بطوله كبيره. بشكر لعيبتي جدا 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 بصراحه، ظهروا بشخصيه اللي احنا بنتمنى ان احنا نشوفها دايما في النادي الاهلي. الحمد لله ما شاء الله يا كابتن، كانوا لعيبه رجاله رغم صغر سنهم طبعا. شفنا في المباراه كانت مباراه صعبه، يعني ايه الكلام اللي كنت دايما حضرتك بتقوله لهم في خلال المباراه؟ يمكن طبعا شفنا كان دايما بيبقى في فرق شويه في النتيجه ما بينكم ما بين نادي سموحه، ولكن بتقدروا تاني تعملوا كامباك وتفوزوا في المباراه، فدايما يا كابتن كنت تتكلم معاهم تقول لهم ايه؟ يعني رغم ان هم سنهم طبعا صغير فده يعني بيبقى في تعامل خاص. والله الجيمين بالذات بتوع سموحه طبعا كل الجيمات كانت صعبه، من اول التمهيدي في سبورتنج وبعد كده الزمالك، ماتشين تقال جدا، ماتشين الاتحاد. جيمين سموحه بالاخص بالنسبه للجيل واللي متابع كويس قوي في قطاع الناشئين على الفترات اللي فاتت، الجيل ده بالذات اهلي وسموحه كجمهوريه كبطوله جمهوريه على مر السنين اللي فاتت هما الاثنين اللي بينافسوا خلال السنين اللي فاتت، فالماتشين صعبين جدا. الحمد لله قدرنا نهيئ للفرقه نفسيا كويس ان هم لازم نكسب الجيمين، نو واي ان احنا نخسر جيم ونكسب جيم، ده مش موجود. والحمد لله هم حتى بعد اول جيم كنا قدرنا نجهزهم كويس جدا، ان احنا البطوله لسه ما خلصتش، مهم جدا ان احنا نخلص البطوله بدون هزيمه. والحمد لله هم ظهروا زي ما بقول لك بشخصيه، الحمد لله الحمد لله اللي احنا بنتمناها. بشكرهم وان شاء الله ان شاء الله يكونوا يعني بيمدوا الدرجه الاولى كده دايما بلعيبه محترمه عشان اسم النادي باذن الله. باذن الله يا كابتن، وبشكرك جدا وبالتوفيق ان شاء الله، واحنا يعني مبسوطين بيكم جدا وفخورين بيكم كمان يا كابتن محمد، ميرسي جدا. شكرا. كده طبعا يا كابتن هيثم كان لقائنا مع كابتن محمد اشرف توفيق المدير الفني طبعا لفريق المرتبط، والان العوده مره اخرى للاستوديو. سلام حامد، بشكرك شكرا جزيلا.